متابعي الماروكات للسبور داخل أرض الوطن وخارج أرض الوطن، كنقول لكم السلام وعليكم تحية رجوية لجميع المتابعين. كنتمنى منكم كالعادة تشاهدوا الفيديو من الأول حتى الآخر، تضغطوا على زر الإعجاب وتعطونا الآراء ديالكم. اليوم الفيديو غادي يكون فيه طرح سخون بزاف، فكنتمنى منكم تضغطوا على زر الإعجاب وأيضا تعطونا الآراء ديالكم باش يوصل لعدد كبير من المتابعين ومن المحبين ديال فريق الرجاء البيضاوي اللي غنبداو رسميا بالاخبار اللي كتداول حاليا ديال هشام ابو شروان. بعد ما مشينا تاكدنا من المصادر ديالنا الموثوقه داخل فريق الرجاء البيضاوي، اكدوا لنا ان هشام ابو شروان اصبح مساعد المدرب البرتغالي. هذه الخطوه تاخرت لان المدرب كان تالف، المدرب هو اللي كان كيتحمل المسؤوليه لانه ما كانش باغي شي مساعد مدرب، ما كانش باغي شي واحد من ستاف انه يكون داخل على ستاف ديالو. فجاء الفريق الرجاء البيضاوي تصطدم بالواقع صعيب بكل صراحه، اللي ما قدرش انه يفهم العقليه ديال اللاعب الرجاوي. داكشي علاش كانت الجلسه البارح اجتماع مطول للغايه، وقعوا فيه شحال من البلانات اللي غادي نقولوا لكم حاليا، لا ديال البقلي ولا ديال امين المال ديال فريق الرجاء البيضاوي اللي ما دافعش الخيرات ديالو. غنبداو بالبقلي هو الاول. البقلي الاخوان رسميا اليوم، ماشي البارح، اليوم في الصباح قدم الاستقاله ديالو من المسؤوليات ديالو بالفريق الاول لفريق الرجاء البيضاوي. استروا عليها هذه جيدا حيت غادي نرجعوا ليها. فهو قدم الاستقاله ديالو من المسؤوليه ديالو بالفريق الاول، وكيطلب من الاعضاء ديال المكتب المسير باش يلقاو شخص اخر اللي يتكلف. الغريب في الامر هو ان باقلي غادي يواصل المهام ديالو كعضو بالمكتب المسير ديال فريق الرجاء البيضاوي، وكيرجح انه غادي يتكلف باحد اللجان الاخرى المنبثقة من المكتب. هاد الاستقالة نقدروا نقولوا استقل وما استقلش، رجل برا ورجل داخل الدار، هادي هي المعنى ديال هاد الاستقالة ديال البقلي. لأن دابا أغلب الجماهير ديال فريق الرجاء البيضاوي أصبحوا ضد البقاء ديال عادل البقلي في الرجاء البيضاوي. ملي كنقول لكم في الرجاء، ففي الرجاء ككيان ماشي في الرجاء كمكتب كمسير، هما ما باغينوش يبقى نهائيا في فريق الرجاء البيضاوي، لأن كاين مشاكل كبيرة وقعات فاش كان هو وفاش كاين هو في المكتب المسير ديال فريق الرجاء البيضاوي. دائما فاش كيكون عادل البقلي كيكونوا المشاكل في فريق الرجاء البيضاوي، هذا واقع كنعيشو حاليا. ف المشكل الثاني اللي كاين واللي تفاجئ به الجميع، واللي صراحه حتى انا تفاجئت به، ولكن ملي مشيت اتصلت بالاصدقاء ديالي في المكتب المسير والمنخرطين اكدوا بلي الخبر صحيح، وهذه كتسمى كارثه في التسيير ديال فريق الرجاء البيضاوي. فتخيلوا معايا ان عضو ديال داخل في المكتب المسير ديال فريق الرجاء البيضاوي ما دافعش سومة الانخراط اللي هي 20000 درهم. تخيلوا معايا كيفاش هذا المسؤول غادي يعطي لفريق الرجاء البيضاوي وهو ما دافعش السومة ديال الانخراط ديالو. لا نقدر نقول لكم اشياء غريبة بالفعل كتوقع داخل فريق الرجاء البيضاوي، كيتحمل المسؤولية ديالها بلا ما نبقاو نزوقو الرئيس الحالي لفريق الرجاء البيضاوي عادل هالة. نقدر نقول لكم عادل هالة فشل حاليا في السيادة ديال فريق الرجاء البيضاوي. عادل هالة ولا كيخيط، مبقاش عارف شنو غيدير، تلف. فالبارح كان عندو اجتماع مع ريكاردو، كان اجتماع مطول وكانوا فيه اعضاء من اللجنة المكلفة بالفريق الاول لنادي الرجاء البيضاوي، واكد بان المردود ديال الكتيبة الرجاوية الان المدرب هذا اللي كيهضر قال لهم بان بدات كتطور نوعا ما، وعطى واحد المثال ان حتى اللياقة البدنية ديال اللاعبين تطورات امام الكوديم، وقال لهم بان لولا الحظ السيء كان فريق الرجاء البيضاوي غادي يخرج منتصر في المباراة ديال الرجاء البيضاوي وديال النادي المكناسي. الان مسؤولين ديال فريق الرجاء البيضاوي عبروا على الدعم ديالهم المطلق للمدرب البرتغالي وللطاقم ديالو في الاجتماع، شهد مناقشة امور اخرى كتتعلق ايضا بالفريق الاول، ف غادي نهضروا عليها حتى هي من بعد، لانه تم صياغه بعض المقترحات وغادي يتم الحسم فيها مستقبلا باش غادي نكونوا واضحين هنا. فخلاصه الاجتماع ما بين المكتب المسير ديال فريق الرجاء البيضاوي والمدرب، ف تم اقتراح ابو شروان ليكون مساعدا لصبريتو بالطاقم التقني للفريق الاخضر. كانوا اقترحوا على عادل البقلي انه يستمر في المنصب ديالو، لكن اليوم في الصباح ما بغاش يستمر في المنصب ديالو، قدم الاستقاله ديالو.
رفضوا اعداء كثار، رفضوا انه يتم الخلافه ديالو في فريق الرجاء البيضاوي. هذه القضيه ديال انه رفضوا انهم يقوموا بالمهام ديال عادل البقلي فعلامه استفهام كبيره، كيفاش ان ما كاين حتى شي مسؤول ما قادر يشد هذه المسؤوليه هذه الا عادل البقلي؟ واش هذا فيلم مسرحيه؟ ما فهمناش الفيلم اللي وقع بصراحه، ما بقيناش فاهمين هذه الافلام ديال عادل البقلي اللي مفروض على فريق الرجاء البيضاوي في اي مكتب كيكون داخل مع فريق الرجاء البيضاوي. فاش غنقول لكم القضيه الان ديال فريق الرجاء البيضاوي غريبه جدا. نتمنوا ان هشام ابو شروان يصلح ما يمكن اصلاحه، لان الان الجمهور ديال فريق الرجاء البيضاوي معول بزاف على هشام ابو شروان، لانه هو اللي عارف العقليه ديال اللاعب المغربي، هو اللي عارف النقابه اللي كاينه في فريق الرجاء البيضاوي، هو اللي عارف الاشياء الغريبه اللي يقدر يصلح ما يمكن اصلاحه. هشام ابو شروان نقدر نقول لكم هو الرجل الحكيم الان اللي كاين في فريق الرجاء البيضاوي، هو داك الشخص اللي كيثيقوا فيه جميع الرجاويين بدون استثناء. غتمشي عند اي رجاوي غتقول لي هشام ابو شروان غيقول لك هذا السيد كنثيقوا فيه. لا الكارير ديالو اللي دوزو مع فريق الرجاء البيضاوي كان ناجح بزاف، التجربة ديالو اللي كانت احترافية كانت ناجحة وخلاته انه كيلعب في ثلاثة ديال القارات افريقيا اوروبا واسيا. فيما مشى كان كيبصم على اداء رائع وكيخلي الاسم ديالو، مشى للترجي خلى الاسم ديالو، مشى للاتحاد خلى الاسم ديالو، مشى لفرنسا خلى الاسم ديالو تماك. فهاد الشخص هذا نقدروا نقولوا كلشي حاط عليه هاد المهمة ديال انه يحاول يرجع اللعابه للصواب ديالهم ويحيدوا منهم هذا الفعيل ديال النقابه وهذا الفعيل ديال التمرقين اللي كيديروه في الفريق الاول، وخاصه البوزوق، الزرهوني، النفاتي، بوغرين، نقدروا نقولوا الزنيتي رجع حيت الكود الماتش ديال الكوديم تالق فيه، لكن هادو باقي فيهم التمرقين الاخوان. فبودريقه نقدروا نقولوا خلى بلاصتو كبيره، لانه هو اللي كان كيعرف لهذا النوع ديال المنخرطين، النوع اللي ديال المنخرطين اللي ما كيخلصوش الخيرات ديالهم كيدخلوا في فريق الرجاء ديال الرجاء البيضاوي، كان الرجاء البيضاوي ديالهم هما، ما كيفكروش في السومه الخيراتيه اللي كيعطيوها، ما كيقدموا حتى شي مساعده ماليه لفريق الرجاء البيضاوي، سواء انهم باغيين يعيشوا على ظهر فريق الرجاء البيضاوي. فالروبينيات اللي سدهم محمد بودريقه الان كيحلوا معادي الهاله الجميع من هب ودب باش انهم كلشي يستافد، وهذا غلط كبير كيديروا عادل هاني. فالان سؤال بسيط اللي غادي نقدر نسول الرجاويين، شكون هما الاعضاء المكتب المسير الحالي؟ عطونا اسماء الدراري، عطونا اسماء، بغينا نعرفوا الاسماء، عطوني نائب الرئيس الدراري، عطوني الناطق الرسمي، عطوني هاد جوج اسماء هادو فينا هما؟ ما كاينينش الاخوان، ما فهمتش واش ولات الخدمه في فريق الرجاء البيضاوي بالتخبيه، ولا ولات المسؤوليه خالعه في فريق الرجاء البيضاوي. بغيناكم تحطوا لينا اللائحة ديال المكتب المسير ديال فريق الرجاء البيضاوي، كل واحد وتعطيه المهام ديالو. أنا ميمكنش أنا رئيس ما عندوش النائب الرئيس ديالي، واش النائب الرئيس هو عادل البقلي بالتخبية؟ ما بغينا ما أول مرة كنشوفوا هاد الرعونة في التسيير ديال فريق الرجاء البيضاوي مع عادل هنا. فأفضل حاجة أنه قالها اليوم البارح عادل، قال لهم أنا مستعد نقدم استقالة، فأنا من ناحية ديالي قدم استقالة ديالك وسير في حالاتك. صحيح لكن انت ما قادرش على فريق الرجاء البيضاوي، ما تبقاش تقول راه ما كاينش اللي باغي يمشي، صافي غير حط الاستقاله ديالك، راه كاينين الناس اللي باغيين يجيو يسيروا فريق الرجاء البيضاوي. وحتى الاصابات اللي ولاو كيكثروا فريق الرجاء البيضاوي علامه استفهام كبيره، كيفاش في عهد ونيس ما كانوش الاصابات، وفي العهد ديال هذا المعيد البدني الجديد شفنا اصابه ديال النفاتي، بالعمري، بعد الدين بيب، هاد الجوج هادو كانوا لاعبين في ماتش واحد، بالعمري تصاب خرج، جا الماتش ديال الكوديم لعب فيه البيب كان رسمي توعد خرج، دخل بعد ديك بدقائق تا هو توعد خرج. فاشياء غريبة تقع في فريق الرجاء البيضاوي، هاد كثرة الإصابات عطاتنا واحد الطابع ديال العهد ديال الحسبان، العهد ديال زيات، العهد ديال الأندلسي، العهد ديال محفوظ، فكانوا كثرة الإصابات في فريق الرجاء البيضاوي. واش هي إصابات بالفعل أم شي حوايج مقصودين او شي حوايج عاطين علامه استفهام كبيره؟ لان ميمكنش ان الاصابات كيكثروا بهذا الظرف الوجيز من تاريخ ديال فريق الرجاء البيضاوي، وخاصه في هذه المرحله هذه بالضبط. فهادشي كامل انا بكل صراحه واستخلص الامر البارح
لانني كان قرينا مقالات ديال الصحفيين، كان عندنا نقاش مطول للغايه مع اعضاء ديال المكتب المسير، بعض الاعضاء الشرفاء مول خليطين شرفاء اللي اتصلنا بهم، عطاونا احداثيات صعيبه ان الفريق راجع بداو اللي كيمر منها صعيبه، هادشي اللي كيمر به بكل صراحه، عطاونا يعني شي حوايج يعني بكل صراحه. كانت مكالمه هاتفيه كانت مطوله اكثر من ساعه ونص ديال المكالمه، طرقنا فيها خاصه المعسكر ديال تونس اللي كنعتبرو انا فاشل، والناس اللي كيكومونطوا ليا كيقول لي لا راه معسكرك كنتي عارف شنو وقع فيه، كاع ما كنتي كاع غتكومونطي داك الكومونتير وتقول دافع عليه. هادو الناس اللي كومونطاو ودافعوا على المعسكر ديال تونس، المعسكر ديال تونس اول حاجه خصو يتفتح فيه تحقيق لانه كان فاشل، وكان خلاف كبير بين الجيلاني والنيس، هادشي ما كناش كنبغيو نقولوه، وكان الستاف كامل ما فاهم والو، وكانوا اللاعبين كان اللاعبين ما فاهمينش، كلها عوامل رئيسيه ساهمت في التقسيم وتشتيت الفريق نفسيا وتقنيا. فالان خاص بكل صراحه المكتب الحالي يقدم الاستقاله ديالو وتجي لجنه مؤقته، هذا هو الحل ديال فريق الرجاء البيضاء. اما الا بقينا غاديين بهذه السياسه ديال عادل الهلال فغنخرجوا في حال. فانا كنت اول واحد كندافع على عادل الهلال من ناحيه انه كيدبر السيوله الماديه وكذا، ولكن شفنا راه كاين تسيب خطير في فريق الرجاء البيضاء، راه معسكر تونس راه ما استافدوش منه اللاعبين ديال فريق الرجاء البيضاء. معسكر تونس كان اكبر معسكر اللي دار واحد الانقسام واحد الشرخ بين اللاعبين وبين المكتب وبين الجمهور، والناس راه ما كانوش عارفين هذه القضيه دي. فبلا ما يبقى بنادم يجي يهضر ويدافع يقول لك حنا لا درنا تربوس اعدادي طن، لا راه ما كاين لا تربوس لا والو، كانوا مشاكل. جا الجيلاني دخل في المكتب، دخل في مع سفيكو في التدريب ديال فريق الرجاء البيضاء ودار مشكل مع التقني بينه وبين والنيس، كان مشادات كلاميه قويه جدا بين هاد الجوج هادو، وبقى داك الشرخ تعلق خاصه ان اللاعبين عندهم واحد الميول لبن والنيس، فداك الشيء علاش كان المشكل ديال فريق الرجاء البيضاء انذاك، والشرخ بقى غادي وكيتزاد وما صلحوش عادل هنا. ف غنهضروا على هاد الوثيقه الاخوان ديال زفيكو اللي تنشرات قالك بانه كيتسال 500 مليون، هادي وثيقه مزوره الاخوان بلا ما تثقوا فيها، كنا هضرنا فيها مع الناس اللي كنا البارح دايرين معاهم اتصالات، يعني المحبين ديال فريق الرجاء البيضاوي، الناس اللي كيعطيو لفريق الرجاء البيضاوي. فشفنا هاد الصوره هادي بارطاجيتها معاهم، قال لك اسيدي هادشي راه ما كاينش، زفيكو عنده الشرط الجزائي لا يتعدى شهرين، كان الراتب ديالو هو 20 مليون، الان كي كنظن انه عنده 40 مليون، واش خداه ولا مش ما خداهش، انا باقي امور غامضه، لان تخيل حتى المول خريطين ما عارفينش واش زفيكو خدا 40 مليون ولا لا. لحد الان غادي نتمنوا غادي نشوفوا الرد ديال المكتب المسير، رغم ان الرد ديال المكتب المسير ما بقاش كيردوا على اي حاجه، ما بقاش داك التواصل مع الجمهور كيبينوا لي الحقائق، ما بقى حتى شي حاجه، الصفحه الرسميه الان ما بقاش مختصه كاع واش فريق الرجاء البيضاوي، شفنا مره في كل 3 ايام كيلوحوا تصويره وحده، يعني اشياء غير مفهومه كتقع في فريق الرجاء البيضاوي. بكل امانه وبكل صراحه اللي بغى يتقلق مني يتقلق، انا كنهضر دائما في المحتوى ديال القناه ديالي، كنشر الاخبار الموثوقه ديال فريق الرجاء البيضاوي، كنكذب الاشاعات كما كذبت لكم هذه الاشاعات، راه كنكذب الاشاعات، هذا هو المحتوى ديال القناه ديالي. فهاد الشيء هذا اللي ديروا على قبل الرجاء البيضاوي باش نكذب دوك الاشاعات اللي كيتنشروا على فريق الرجاء البيضاوي. فحاليا الرجاء البيضاوي كيمر بواحد الظرفيه صعيبه اللي خلات بعض الجماهير وبعض المنخرطين كيطالبوا بالعوده ديال الابراهيمي وديال الحاج البلغيتي. هاد الجوج هادو الاخوان راه كانوا كيعطيو الرجاء ماديا ما عمرهم تحاسبوا معاهم، هاد الجوج هادو كيخلصوا السومه ديالهم ديال الخيرات، هاد الجوج هادو اللي كنهضر عليهم لا البلغيتي ولا الابراهيمي، هادو عطاو الفريق الرجاء البيضاوي لما لم يعطيه اي واحد، حتى هذاك عادل البقلي راه ما عطاش داكشي اللي عطى لهاد الناس اللي عطاو هاد الناس هادو. فكنستغربوا ان امين المال ديال فريق الرجاء البيضاوي ما دافعش السومه ديال الخيرات ديالو، مع ذلك عادل هلا عطيه مسؤوليه ديال امين المال ديال فريق الرجاء البيضاوي، هذا علامه استفهام كبيره. واش عادل هالة بعقله؟ واش عادل هالة كيدري ما يفعله؟
راه خصك تفرق، راه الحياه الشخصيه ومفهوم الحياه ككل، راه الحياه العمليه ما خصكش تدخل فيها صاحبي، ما فيهاش صاحبي الحياه العمليه. اي بروجي داخل عليه شي حد ما فيهش صاحبي، بروجي بروجي وصاحبي راه كيبقى في القهوه وكيبقى في شي بلايص اخرين، اما صاحبي ندخلو معايا في الخدمه راه غادي يفشلني، صاحبي راه غندخلو معايا في اي لعيبه راه غيحسدني وغادي يبدا يهرس فيا بلا ما نعرف، وغادي يبين لك بانه راه هو كيدافع عليك وانه كذا وكذا، وراه في نفس الوقت راه كيهرس فيك. الشخصيه ديال بودريقه كانت شخصيه قويه، كان كيفرض راسو على على الجميع. الشخصيه ديال فريق الرجاء البيضاوي كان كيتميز بان كل شيء كان كيضرب 100 حساب وحساب البودريقه، باش نكونوا صريحين. هاد عادي الباقي اللي الان اللي ولا حاكم الرجاء راه جا بودريقه جرى عليه سالا صافي، سالينا سالينا الفيلم. هذه الرد ديال محمد بودريقه، سالينا الفيلم صافي. ميمكنش انك تخلي واحد تبقى تجر معاه في المسكه وديها راسك وكونسوموي فيك على والو، ميمكنش اصاحبي. فانا ما فهمتش انا عادل، انا اول قرار دار جاب عادل بقلي، جاب صحابو، جاب صافي، جابك صحابك راه نورمال. ديك الصوره اللي لاحو شوف تي في فاش كنتي كتاكل الزريعه راه اساءت لفريق الرجاء البيضاوي. كيفاش انت رئيس الرجاء مريح في المنصه وكتضرب في الزريعه انت والاعضاء المكتب، كيفاش غتسيروا فريق الرجاء البيضاوي بهاد ليماج اللي كتعطيوه على فريق الرجاء البيضاوي؟ فتخيلوا معايا الاخوان، هاد اللقطه هادي راه هضرت عليها في الفيديو السابق وغنعاود نهضر عليها حاليا ديال بوزوق. تخيلوا معايا هاد اللقطه هادي، شوف الجول بشحال خارج، شوف الانفراده كيفاش كانت، وفي الاخر ضاعت. هنا كيبين لك هادي لقطه من اللقطات العديده ديال بوزوق اللي كيتعمد يهدر الفرص. انا كنقول كيتعمد، كل سطر عليها بجوج سطوره انه كيتعمد يزقل البيوت، ما كيبغيش يماركي. ما فهمناش شنو واقع. اول حاجه خصهم يديروا انه هذا اللاعب ما خصوش يبقى يلعب رسمي فريق الرجاء البيضاوي بكل صراحه. فما فهمش انا لاعب كيتمرقن عليك وسط الماتش، اللاعب ما باغيش يماركي لك وكتدخلو، شنو الفائده؟ نعرف ندخل واحد من ليسبوار ونصبر عليه والتمرقين ديالو، ولا يا ولا هذا البوزوق هذا يتمرقن عليا بهذه الطريقه هذه. ياك الرحيمي فيها التمرقين وفيه الرحيمي يعني فاشل كرويا وكل شيء، نقدر نفضل ان نعطي الكره للرحيمي يزقلها ونتعصب عليه وما شنو، وما نعطيهاش لواحد بروفيسيونيل في رجليه وكيعرف يكادري كره وكيعرف انه يسجل وكيعرف انه يتلاعب بالدفاع وبالجول، ويجي ليا في هذه اللقطات في هذه اللقطه هذه وفي لقطات عديده يبدا يتمرقن عليا ويضرب كره خارج على الشبكه باش انه كيتعمد ما يماركيهاش. هذه فضيحه كرويه. هاد اللاعب هذا السومه ديالو ديال الانتقالات ديالو راه انخفضت بسبب هاد اللقطه هادي. يعني تخيل معايا بوزوق باقي كيلعب في الرجاء، لاعب ماشي مغربي محترف فريق الرجاء، خصو يعطي الاضافه، خصو يلعب وخصو يحضر راسو انه كيتخلص، كيجي كيتمرقل عليك في الماتش بحال هكا. لكن للاسف لقى اداره ضعيفه، ملي كتلقى اداره ضعيفه اللاعبين كاملين كيبغيو يديروا فراو هما لي البالون. هذا هو الواقع اللي خصنا نتوقعوه حاليا. فانا مع داك الطرح ديال ان الرجاء البيضاوي خصها دير جمع عام انتخاب رئيس جديد، لان عادي الهلا فشلنا هذا الموسم، وهذا الموسم راه فشل يعني، الا اذا ترجلوا اللاعبين وتبدلت الفكره هذا مع قدوم ديال هشام ابو شروال. هذه الشمعه الاخيره اللي نقدروا نعولوا عليها، الى قدر يصلح ما يمكن اصلاح، لكن بهذه الطريقه راه حنا فاشلين الاخوان. الموسم غادي يمشي فاشل، الموسم هذا غادي يمشي زيرو لقب بلا ما تصدموا الى وقع هذا الفيلم هذا، لان اشياء اللي وقع فريق الرجاء البيضاوي. اول شيء وغتقدروا ترجعوا لهذا الكلام ديالي اللي كنقولوا، هو خاص يتم انتخاب رئيس اخر لفريق الرجاء البيضاوي اللي عنده المقومات ديال انه يدخل بواحد الشكاره، بانه يكون عنده المسائل الماديه مضبوطه، المكتب محترف، لان هذا المكتب هذا راه ماشي محترف، والمكتب كيعيش تخبطات كبيره وما عنده حتى شي علاقه مع التسيير ديال فريق الرجاء البيضاوي. فما في مباراه ديال الديربي ديال فريق الرجاء البيضاوي والوداد البيضاوي، كل المؤشرات كتدل على ان المباراه غتلعب في الملعب العربي الزاولي بحضور جمهور واحد فقط. كان نقاش على هذه النقطه هذه، ممكن ان هذا الماتش هذا حيت مدخلها فيه الرجاء، ممكن ان جمهور ديال فريق الرجاء البيضاوي هو اللي غادي يكون حاضر بوحده في هذه المباراه هذه، ومباراه ديال الروتور غادي يكون حاضر جمهور فريق الوداد بوحده. كنظن هذا هو الراي الصواب
لان ما يمكنش تلعب مباراه ديال الديربي في الويكلو، خاص ضروري يكون حضور جماهيري. على العموم كنتمنى المباراه تدوز اجواء جيده ان شاء الله وتعطي واحد الطابع احترافي وتبدل حتى العقليه ديال اللاعب الرجاوي باش نشوفوا مباراه كتلاق بفريق الرجاء البيضاوي. هادشي اللي كاين في اخر اخبار فريق الرجاء البيضاوي. كنتمنى منكم كالعاده تدعموا القناه بالضغط على زر الاعجاب مع التعليق على الفيديو والاشتراك في القناه. شكرا لكم والى اللقاء.